مرحب حبايبي، اليوم بتدهمل انا وياكم طريقة تحضير الفريرة روشيه. طريقة كتير كتير مبسطة وسهلة وسريعة وبتتحضر بكتير وقت سهل بهيدا الشكل. شكلها كتير ناجح 100% وكتير طيبة وفيها القرش من الداخل. سمعين صوت القرش كيف قرشت؟ وفي بندق كمان. طريقة كتير بسيطة عملت لكم اياها. للعيد ان شاء الله كل عيد وانتو سالمين انتو وعيالكم وجميع الام العربية يا رب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا 12 قطعة من هول الويفر بنكهة البندق، نوتيلا وبندق. بدنا نعم الويفر كتير يكونوا ناعمين. بعد ما نعمتهم بهذا الشكل هلأ بدي دقهم بالكباية لينعموا أكتر. بس نعمتهم بهذا الشكل هلأ بدي باشر الطريقة أنا وياكم. بدنا نحط عليهم نوتيلا. شايفين كيف نعمناهم بهيدي الطريقة. بحط شوي شوي نوتيلا وبخليط ليصير عنا عجينة متماسكة. حط بعد شوي نوتيلا. رح اعجنهم بالايد. صار عنا هلأ عجينة متماسكة بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ هلأ بدي احشيهن وكفي أنا وياكن. بعملهن بولات صغيرة بضغط عليهن. شايفين كيف؟ بحط حبة بندق، برجع بسكرها بهيدا الشكل، بضغط عليهم وبعملها كرة صغيرة. بهيدا الشكل بحطهم بالصحن. شايفين طريقة كتير كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. سكر منيح. شايفين ما اسهلون؟ رح كفي الباقيين وبرجع بكفي انا وياكم. ملاحظة، اذا عملتوا الفريرة روشيه من الافضل تلبسوا كفوف بايدكم، عشان اذا عملتوها مباشرة على الايد بتصير الشوكولا تدوب بالايد. عرفتوا ليه؟ وبتصير تلزق كمان الشوكولا وبتعذبكم بالتشكيل. بصير عليكم القمار كتير صعب. بهيدي الطريقة بالنايلو بتصير كتير سهلة، ما بتلزق ابدا. شايفين كيف؟ ما لزقت ابدا معنا الفريرة روشي. بعد ما عملت الفريرة روشي بهيدا الشكل كرات، هلأ بحطهم بالتلاجة حوالي نص ساعة. برجع بكفي انا وياكم. عنا 150 جرام شوكولا مندوبهم على البخار او بالميكروويف.
بس دوبت الشوكولا بهذا الشكل. هلا بحط فوق ملعقتين طعام بندق ناعم. هول الفريرو روشيه بعد ما جمدوا منيح، هلا بدي غطن بالشوكولا ونحطن على شبك. الشبك بعمل الباقيين برجع بكفي انا وياكم. غطينا الفريرة روشيه بالشوكولا والبندق بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالبراد ليجمدوا حوالي 15 دقيقة فقط. هول الفريرة روشيه بعد ما جمدوا منيح بالبراد صاروا بهيدا الشكل. بدي انا وياكم نلفهم بورق خاص للشوكولا، هيدا الورق. فينا نستعمل الجهة السيلفر أو الزرقاء، منشيل ومنلفهم بالورقة. طريقة كتير طيبة وناجحة إن شاء الله 100%، وإن شاء الله بتنال كمان إعجابكم. نلفهم بهذه الطريقة. لونها كتير حلو. انا احطهم باللون الازرق، بفضل اللون الازرق حبيته. هول الورقات اذا بدكم ياهن موجودين على الاونلاين بتلاقوهن. هول الفريرة روشيه اللي عملتهم انا وياكم، بنصحكم تجربوا الطريقه قد ما فينا. عملت لكم طريقه سهله ومبسطه عشان ما تتعذبوا بالطريقه، وما بتاخد معنا وقت الطريقة أبداً بالتحضير. وأول شيء إن شاء الله كل عيد وإنتوا وعيالكم وأهليكم وجميع الأم العربية سالمين يا رب. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.